تنسى الاشتراك في قناة ويد برو وتفعيل الجرس ليصلك الجديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المقدم لكم من قناة ويد برو. قبل يعني أن نبدأ في الشرح وفي هذه الطريقة الجميلة للربح من الانترنت، لا تنسوا يعني الضغط على زر لايك، يعني اضغطوا على زر لايك الآن وزر سبسكرايب لمن ليس متابع للقناة ليصلك كل جديد. نبدأ على بركة الله بالدخول إلى الموقع الذي سوف نستخدمه في الربح من الانترنت، ولا هو موقع ديم فانز. هذا الموقع رائع جدا، سنستخدمه للربح من خلال اختصار الروابط، فهو يعتمد في عمله ويعني طريقة عمله. فهو هناك أناس كثيرون مسجلون في هذا الموقع، يتبادلون يعني ضغطات على الروابط المختصرة الخاصة بهم، وكذلك يحصلون على ازدهارات لروابطهم، يعني فيديوهات، لايكات فيسبوك، تويتر، يعني كومنتس في الفيس، يوتيوب، لايكس اند سبسكرايبس، فيوز، يعني كل شيء. في هذا الموقع جميع يعني ما يخص مواقع التواصل الاجتماعي تجدونه هنا، ولكننا سنستخدمه في الربح من الانترنت والحصول على دولارات كثيرة ان شاء الله منه. فهو ايضا، ولكن قبل ذلك لا تنسوا اخواني فضلا ان تتسجلوا من خلال رابط الاحالة التي ساضع لكم اسفل هذا الفيديو لكي تساندوني وتحصلون باذن الله انتم كذلك على نقاط يعني ترحيبية ودولار واحد فور تسجيلكم من خلال الرابط الذي ساضعه لكم اسفل الفيديو. ان شاء الله ستحصلون على رابط هدية، على دولار هدية، يعني اقول دولار واحد. فهذا الموقع يا اخواني اخواتي ايضا يمكنك ان تربح منه المال من خلال يعني جمع النقاط. عند وصولك الى يعني 5000 نقطة ستحصل على دولار، كل 5000 نقطة ستحصل على دولار. يعني كيف ستحصل على هذا يعني المال؟ فأنت ستذهب إلى شورتن لينكس أو يعني مايكرو جوبز، هنا تجدون الكثير من الأشياء التي يمكنكم فعلها لكي تربحوا المال. فهنا تذهب إلى هنا إلى هذه الصفحة، ستنبثق لك هذه الصفحة. سوف ترى هنا يعني عدد كبير جدا من الروابط المختصرة التي يجب عليك أن تضغط عليها. فهنا تجد أنك عندما تضغط على هذا الرابط ستحصل على 5 نقاط، وهذا 5، وهذا 5، وهذا 5، كلهم 5، وستحصل يوميا إن شاء الله على روابط كثيرة، يعني ستصل إلى 30 رابط إن شاء الله فيها 10 نقاط. يعني تخيل كم ستجمع أخي في هذا الموقع، ويعني العدد الغير محدود للروابط المختصرة التي يمكنك النقر عليها غير محدود، أنت وجهدك. سوف نذهب هنا لكي نرى كم يجمع الأوائل من هذا الموقع من النقاط. هنا نرى أن هذا الشخص الأول في المرتبة الأولى جمع 1105 نقرة اليوم، نقرة 1105 ضرب يعني 5 أو 10، يعني كم ستحصل على النقاط؟ 5 نقاط. 1205 نقرة ضرب 5 نقاط، يعني لكم أن تحسبوا وأنتم تمتلكون الآلة الحاسبة فاحسبوها. وهذه النقاط يمكنها أن تتحول إلى زيارات لموقعك. كيف يمكنك أن تجلب زيارات لموقعك؟ ما عليك إلى الدخول إلى أد بيج هنا، وهنا تضغط على هذا المكان ونضغط نختار شورتن لينك. هنا تجد يعني رابط، هذا الرابط الذي علمت عليه، ستقوم بعمل كوبي له وتذهب إلى موقع اختصار الروابط الخاص بك وتختصره وتأتي برابطه هنا وتضعه هنا في هذا المكان your shortener. حسنا، وستقوم بعمل تايتل له ويعني الكوينز التي سوف يربحها الزائر
من خلال الضغط على رابطك هنا. يمكنها من 6 3 4 5 نقط. أنت حر لكي تختار، وأنا أنصحك بأن تضع 6 لكي يظهر في الواجهة. هذا ماذا سوف نفعل؟ أن لا أريد أن أطيل في هذا الفيديو، لكن سأقوم يعني يعني ماذا أقول، يعني توجيهكم إلى الأشياء الأساسية فقط. لكي تربح المال أيضا، لكي تربح النقاط أيضا، يمكنك أن تذهب هنا وتعمل لايكس، فوتو لايكس، بيج لايكس، بوست كومنتس، بوست لايكس، everything is here. يعني هنا يوتيوب أيضا، يوتيوب فيوز، يوتيوب لايكس، سبسكرايب، فافوريت، انستغرام، يعني الترافيك اكسشينج، يعني ديالاش الترافيك اكسشينج لي يعني المواقع اللي تأتي بزيارة لموقعك، وأنت أيضا تزور مواقع الآخرين لكي تربح النقاط. تويتر كذلك يمكنك الحصول على نقاط من تويتر، ولكن أنا أنصح بعمل شورت لينكس. يعني تضغطون على شورت لينكس، هذا كفيل جدا بجمع نقاط كثيرة. فهنا يضعون أبسط شيء 5 نقاط، وأعلى شيء 11 نقطة 10 نقاط. يعني ستحصلون على أشياء كثيرة. إخواني أخواتي، لا أريد أن أطيل عليكم في هذا الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في القناة، يعني ليصلك كل جديد، ودعمي دعمي من خلال التسجيل من خلال الرابط الذي سوف تسجله أسفل الفيديو، وضغط لايك 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 للفيديو. إن شاء الله تعالى سأقوم بوضع فيديوهات كثيرة للربح من الإنترنت، وهذه استراتيجية يعني يخبئها عنكم الكثيرون، وهي استراتيجية فعالة للربح من الروابط ومن اختصار الروابط. فهناك يعني مواقع اختصار الروابط تعطيك يعني دولارات كثيرة جدا لجلب الزيارات. أشكركم إخواني أخواتي، ولا تنسوا الضغط والتسجيل من خلال رابطي. أرجوكم أن تتسجلوا من خلال روابطي، لهذا لا لشيء إلا لدعمي، ولكي تحصل أنتم أيضا على مال إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد مع قناة ويد برو. عمل سبسكرايب والضغط على الجرس ليصلك الجديد إن شاء الله تعالى. شكرا لكم، كان معكم أخوكم يونس من قناة ويد برو. إلى اللقاء.